السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الـ 12 في سورة هود آية رقم 15 والآية التي تليها رقم 16، الله تبارك وتعالى يرسل لنا رسالة: اوعى الدنيا تسحبك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معنى الكلام ده: اسعى في الدنيا واشتغل، ولكن لا تنشغل، اوعى تاخدك من العمل للآخرة، اوعى يكون همك هو الدنيا وفقط وتنسى الآخرة تماما. اوعى تنسى ان هناك في جنة ونار. سيدنا النبي علمنا ده: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. أعوذ بالله، أقرب مكان في الإنسان في جسمه ما بين عينيه، أقرب مكان للإنسان في جسمه ما بين عينيه. النبي قال: جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة، ولن يناله من الدنيا إلا ما كتب الله له. وعلى النقيض: ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. ضربوا لنا مثل في الناس اللي انشغلوا عن الآخرة بالدنيا، وقالوا إن في شاب راح خطف فتاة، فتقدم لهذه الفتاة اللي كانت أميرة وجميلة والدنيا كلها بتتحاكى عن جمالها، فلما تقدم لها كانت مفاجأة. الملك والد الأميرة باباها وافق عليه، فلما وافق عليه بدأ يجهز نفسه ليتزوج. فبيجهز البيت، بيذهب لأبو الفتاة يقول له: أنا عايز معايا الأميرة علشان تختار لون البيت اللي هتعيش فيه. فيقول له: ما عندناش بنات بتخرج مع أولاد، خد الخدامة بتاعتها هي اللي عارفة ذوق ستها. فياخد الخدامة معاه تختار بدال الأميرة. فيجي في المرحلة التانية عايز يجهز الفرش، فيقول له: أنا عايز الأميرة علشان تختار الفرش بتاعها. فيقول له: خد الخدامة هي أدرى بذوق الأميرة. فيقول له: أنا عايزها علشان تختار المكان اللي نعمل فيه العرس. فيقول له: خد الخدامة هي عارفة بذوق الأميرة. وكل خطوة وكل مرحلة يقول له: خد الخادمة هي عارفة ذوق الأميرة، لحد ما جه موعد الزفاف وراح علشان ياخد الأميرة، جهزوا العروسة الأميرة وقالوا له: خد عروستك. قال لهم: مش عايز دي، أنا عايز الخدامة. عايز الخدامة ليه؟ لأنه اعتادت عيناه أن يرى الخادمة. الخادمة هي الدنيا، والأميرة هي الجنة. للأسف انشغلت عينينا بالخادمة ونسينا الأميرة، لأن مش شايفة عينينا غير الخدامة اللي هي الدنيا، ونسينا الأميرة اللي هي الآخرة. اوعى تضيع الأميرة، اوعى تضيع آخرتك بدنيتك. الله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن للأسف أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يا رب يعافيني ويعافيك من النار ومن عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.